مقابلة نبداو بمقابلة الكلوب والاتحاد المونستيري. نبدا معاك سي المنجي، شو تبدل في الفريق؟ يظهر لي ما عرفش كان شاهدت الماتش البارح ولا لا. طبعا بغض النظر عن النتيجة، حتى لو كان خسرت الكلوب باش نعاود نفس السؤال، ماتش كبير برشا عملته الكلوب، حتى تشوف لي نومبر دي زوكازيون، تألق بشير بن سعيد، شنو تبدل في الكلوب بين الفترة الأولى والفترة الثانية؟ عندنا سنوات ما شفناش أداء كيما الأداء نتاع النادي الإفريقي البارح. تشوف لا 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 لوساتور الموجودة، قدوم معناها المدرب منتصر الوحيشي، اخونا منتصر الوحيشي، الإدارة على راسهم السيد يوسف العلمي. شفنا اليوم حتى هزيمة إلى حد الآن، آخر مباراة اللي شفنا النادي الإفريقي عاد مباراة كبيرة هي نهاية الكأس عام 2018 كروم على تسيرية 4-1 ضد النجم الرياضي الساحلي. لكن الشيء اللي فريمون يفرح برشا كي تشوف لونجاجمون تاع جوارات كي سوسوا العقربي بيان سور عاد في تخيلي التالي العقربي العبيدي العيفة غازي عبد الرزاق اندي ماير احمد خليل بيان سور اسمه يحيى دونك خليت لي اليوم النادي الافريقي كي تشوف انت صابر بن خليفه كي تشوف ادم الطاوسي جوكرواسي ادم الطاوس خليت اليوم انا نقول حاجه بركه اليوم للنادي الافريقي باش يحضر يبدا يحضر ديجا سيزون جايه واسطوره كيما خالد اسمه بن يحيى وسام بن يحيى وسام بن يحيى فريمون سي ان اكزامبل على طول النيفو. انا كان جيت في اداره النادي الافريقي اليوم اسطوره وفي الملعب وخارج الميدان انا نعمل له برولونغاسيون دو كونترا نتاع عامين مينيموم توا لان الملاعب هذايا باش يكون ان اكزامبل للناس الكل كي تشوف الاداء نتاعو في الميدان انا لامبرسيون اللي هو عمره 20 سنه وانا حضرت لاول ماتش يلعب فيه في النادي الافريقي معناها في ستاد الزويتن اللي نتفكروا لليوم وقتها مع سي صالح الثابتي ومع سي شريف بلامين الله يرحمه وينعمه خليت لليوم النادي الافريقي في طريق صحيح كي تشوف الهيئه معناها ككل باللونتوراج نتاع منتصر خونا منتصر الوحيشي العمل اللي قاعدين يخدموا فيه كي تشوف العلاقه ما بين الملاعبيه كي تشوف لي بوندون لو ماتش تبدا كوره او نيفو اوفنسيف ومنتصر هو الهيئه نتاعو قاعدين يصلحوا في الدفاع خليت العقليه لولا حارس المرمى الاتحاد المنستيري لكانت النتيجه تكون اكثر من ضربات الجزاء والحاجه الباهيه الانتيليجنس كي تشوف الفرحه ما بين حراس المرمى الزوز يدخل حارس مرمى وما تسجل حتى هدف هو ستريرار من الفريق المنافس وتترشح النادي الافريقي للنهائي خليت للنادي الافريقي ماشي في طريق صحيح نتمنى لهم كل الخير والتوفيق ان شاء الله. سامي نسالك عن فريقك السابق الاتحاد المنستيري ماهوش تقريبا نفس الفريق اللي رغم انه وصل نصف نهائي كاس تونس مش نفس الفريق نتاع عمناوي خرجوا منه برشا من لاعبين تبدل الاطار الفني لكن كومام ما شفناش الاتحاد نتاع اللي مستانسين نشوفوه تفرج كوره البارح. نكون السؤال هو صحيح انت عطيت سؤال صحيح كنت باش نحكي فيه انا. اللي يتفرج في المقابله في الدوز ايكيب من غير ما تحط الاسامي ترى الايكيب عملت يعني كما عملت الجرون ماتش والايكيب الثانيه عملت ديفونسيف برشا. يعني كما نقولوا احنا فريق قوي وفريق ضعيف. لكن كي تجي الاسامي تقول الاتحاد المنستيري وتقول النادي الافريقي الاتحاد المنستيري فريق يعني هز كوب تونس وفريق من لعب الكوب دو كافا ولا العام. فريق قوي يعني علاش اختار الاتحاد المنستيري باش يلعب ديفونسيف ويلعب التالي ويعمل بلوك با برشا على الاخر ويستيوس واللومبر دي زوكازيون اللي جات للكلوب افريكان وتشوف ان الكلوب افريكان في وسط التيران يعني تلقى ديما في ليبرتي كبيره حتى في الدوزيام بال تلقى بعاد برشا يعني ويتاكي بان ولا زوز ومخرط يمكن دو تروا فوا للكاج. اشكاليه كبيره سؤال في بلاصتو ما عنديش جواب لي خاطر بيناتنا اللي اختار باش يلعب بلوك با برشا غاديكا واختار باش يلعب ديفونسيف على الاخر قبل اللاعب الاتحاد المنستيري اللي كلوب افريكان في نهارو خلق دي زوكازيون دو بوت مع سامي تبارك الله معناتها كيما جبتهم تناقض وسام يحيى وصابر خليفه والذوادي وبلال العيفه سامي فوق 30 سنه معناتها عمار فوق 30 سنه تبارك الله ويعطيو في الروندمون هذاك ويلعبوا بالريتم هذاك يعني قولوا احنا مرتاحين يعني نفسانيا مش متناسقه برشا مش متقابله برشا لكن
اللي اختار باش يلعب ديفونسيف كمل 90 دقيقه يوكم شال بيلانتيات ونحب يوصل 120 دقيقه بيلانتيات، لكن في البيلانتيات ما مشاتش مع الحظ تاع المستيري. برافو للنادي الافريقي والميتي اللي انت كيفاش تقولها تستاهل باش الميريت معناتها باش تترشح، عملت ان غرون ماتش بالنومبر دو زوكازيون اللي جاو غرون ماتش كبير برشا. باش نشوفوا فالير اخر مع سي اس اس في الفينال، نشوفوا اللعبه كيفاش تكون، لكن بالنسبه للماتش هذايا ظهر فريق اقوى من فريق واللي ترشح واللي اقوى. تصنع دي زوكازيون سا فيدير كو العمل اللي قاعدين يخدموا فيه عمل كبير برشا، سي تري امبورتون. راه حتى ولو الجارديان اي تي اكسترا ولا راتاج صار ولا حاجه، سا فيدير كو لو ترافاي دو فون لا باز نتاع الخدمه او نيفو اوفنسيف او نيفو دو جو كيفاش تخرج الكره من الدفاع وكل شيء خليت اللي ثم سا بروف اللي تفرج اوكازيون كبير برشا. وقلت لك ظهر فريق خير من فريق، يعني مش اللي ترشح هو اللي اقوى. وانت تتفرج سليم تحس لي البونتو جاي كل وقت ينجم يجي ايرويك بشير بن سعيد بارح الفيسبوك الكل يحكي على بشير بن سعيد شبيه مش شبيه مش في المنتخب في التيتاتيت وفي اللي يخرج السكوره من لا تطور بصراحه من اللي كان في جيبس وجاي المستير وهنا السور زاد ما نعرفش الحقيقه كان في جيبس ما يلعبش اي كان حارس الثاني خدم برشا في المستير تحسن باش كل واحد نعطيه حقه. طارق مميش مدرب حراس توا يخدم في ليبيا تحسن برشا مع ننصحوا خويا وليد اللي ينقص من بروفوكاسيون تضيع الوقت وكل شيء راه مش باهي فريمون سي فريمون هو ذاك حضرتك كلها سي دوماج سي دوماج ذكروا مسكين مازال ما فاتش السيزون تاعها عنده سوبر ليج بس برشا ما عندي نظره لحراس المرمى هو نجح في الكاج جارديان دو بيت باش يمشي الفالور باش يمشي الفريق اكبر لازم يكور بساقيه انا ما شفتوش يكور بساقيه ان شاء الله يطلع ملاعبي في سيقو حتى كان يطلع ملاعبي في سيقو ماري نزل لاعب لا لا ما انت ماري نزل لا في الشريفيه لا لا باش تتلز في في الايكيب الكبيره كي باش تمشي تطلع في الايكيب الكبيره باش تتلز تلعب ساقيك كلامه صحيح راه ابار بالبول ان شاء الله يكون انا نتمنى يكون ملاعبي في سيقو وقتها نقولوا ان من اول الدنيا ما ملي اسباب ولي اخرى ديما حارس المنتخب تلقاه جينيرالمون من الاربعه اللي يقولوا نحن صعيب برشا باش تلقى كيف كيف الكلام على دي جمال اي نرجعوا حتى الستينات سبعينات معناتها بعد عطوقه جاو يمكن هو تو يطلع ميلي فهمت روندمون سنة تو تاخذ فريق من ليكيبات الكبار هو فما كلامات عليه على كلوب زاد تو خاصه انه عاد في الدخيله في نهايه عقده رد بالك حارس مرمى في اتحاد المونستير مش كيف كيف باش يمشي للترجي فوالا شفناه راهو لازم يكون الحارس القديم نتاع الاتحاد المونستير مشى النجم الرياضي الساحلي ما كلمناش كثير دونك انت تلقى روحك هذا اللي نحكي فيه انا يعطيك السعد زون ولاعبي في الكاج وبالايريان وسراس كلمه على سيف الشرفي الظروف صعيبه اللي تعدى بها في وقت من الاوقات وبطل ورجع السنين اللي الفريق يلقاه في مقابلات وسط الموسم نتذكر ضد النادي الرياضي البونزاتي كان موجود عاطف كان مصاب في بعض اللقاءات ولقاه في الكاس نحب نسالك انا وليد على الفرحه الهستيريه شفناها البارح من من لاعبيه الكلوب الجمهور راهو شو ايش نقول لك عام صعيب ما كومي ما تهزش تيتر ما تهزش تيتر لكن كل خطوه يعملها وكل والانتصار اللي يجيب الانتصار عادي شفت شفنا احنا ما تنساش الجمهور عنده برشا نفكرك بحاجه شفنا ليتوال كي ربحت الاسبيرونس والفرحه اللي صارت معناها تنجم تخرج معناتها من لاعبيه من الكونسنتراسيون ولا اون فينال موتيفاسيون وحدها وحكايه وحدها ضد فريق كبير زاد النادي الرياضي الصفاقسي كيف كيف اللي عنده حظوظ وتو نحكيو عليه بعد شويه اكيد تحسن برشا ولو لعب ضد نادي الاولمبي للنقل من صعد للرابطه الثانيه لكن ظاهر انه حمد الدو خدم خدمه مش خايبه عادي الفرحه نشوفها هديه ناس تعديت عام صعيب ناس خافت من الاسوء سلام الكوب هي حبل النجاة اللي باش تخلي السمعه تخلي ليماج تاعك الفريق الكبير وكلامور بروبر تاع الفريق الكبير نحكيو على النادي الافريقي انا فرحه نشوفها عاديه وما هي الا خطوه نحو تحقيق لقب ينقذ به النادي الافريقي المئويه نتاعو مرات واحد يبدا ما يفرحش برشا برشا تدي المينيموم عرفت الجمهور عنده برشا متلمش والجمهور عنده برشا متلمش في الاستاد المينيموم تفرح وين كانوا خاطر كانوا في استياس كان الجمهوريه راهو البارح جماهير الكريم جمعيه تلعب تيوح جمعيه في سيتياسيون صعيبه في اسفل الترتيب عام كامل ما ثماش حاجه تفرحها ما ثماش حاجات جا الكوب هذايا فرحه في الكوب انا مانيش فاهم استاد ميدون كيفاش باش يقبل الجماهير تاع زوج فرق الحقيقه قرار الحقيقه شعبوي 2000 وقديش يقبلوا منهم معناتها 10% 200 قرار شعبي تعيش فوضى فيه شعبوي بامتياز الحقيقه مع احترامي راني انا حتى احكي انا هذه هي هذه هي حاجات ما يدرسوهاش
اما الحقيقه نادي الفريق ونادي الفريق 200 واحد فورمال ما يجوش مسؤولين. سامحوني اسكو القرار.